هو انا بعمل دور اخت ياسمين في المسلسل انتوا فيكم بعض شوية. بجد. فانا بعمل دورها، دور اختها. سوري معلش انا بخرف عشان واخده ادويه يا جماعه، واخده مضاد حيوي. احنا هنفكرك وتلاقيش والله العظيم، يعني بتكلم بالعافيه. المهم اسمي دينا في المسلسل، ويعني دينا ممكن اقول ان هي حملت اسية، ما اقدرش اقولك اكتر من كده. هي حملت الاسية. الشغل بقى مع ياسمين عامل ازاي؟ والله الشغل مع ياسمين، بصي انا ما اشتغلتش دلوقتي، صورتش غير تقريبا 5 ايام في الملكة او 6 ايام. يعني so far لا لطيف، يعني ياسمين كمان عشان متعودة تعمل كوميدي، فالكواليس اكيد اجواءها لطيفة، هي كوميدية اصلا يعني. في حاجات كتيرة قوي يبقى عندنا مشهد او حاجة، مسلسل مش كوميدي تمام، مسلسل سسبنس، فتبقى جاية نيجي نبص لبعض كده ونبقى عايزين اللي هو تقلب ضحك، نروح تحكيم، فنفصل نقعد شوية بقى عشان نعرف نركز ونعرف نعمل حاجة بجد وبتاع. نقول لها بس ما تضحكينيش، بتقولي انت بتضحكي، ولا لا انت اللي بتضحكي على فكرة. هي الناس اللي بتعمل كوميدي دي تبقى بتضحك لوحدها، يعني هي بتحب الضحك. ما بالظبط، بتحب الافيهات بقى، بتحب تقعد تهزر، بتحب كده يعني.